قلتي انه ابنك ما عندوش مشكله ان انت بترقصي ولا عنده مشكله لا 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 لا. في حبك وشغلك لا لا لا. للرقص الشرقي. He's proud of me. بس ما بيحبش يتفرج عليكي. لا 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 خالص، هو ما بيحبش يعني ما بيحبش الفن ده، هو بيحب حاجه تانية لان سنه يعني، هو بيحب حاجات تانية، مزيكا مختلفه، حاجه مختلفه. لا 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 ما عندوش اي مشكله بالنسبه له. يعني الرقص الشرقي موضه قديمه مثلا؟ لا، ده مره وهو صغير شافني قال لي مامي انت احلى من هانا مونتانا. دينا، عندك اي جرح باقي جواكي من ناحيه والدك؟ خالص، ده حبيبي. لا 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 لا، حتى لو سمحتي؟ لا، انا كنت بحبه لاخر لحظه، انا ما صدقتش انه مات. انا ابويا كان صاحبي يعني، لما مات سري بقى ليا. طب اتقال انه نفس الاوتيل اللي توفى فيه هو الاوتيل اللي رقصتي فيه تاني يوم تقريبا؟ لا لا لا، بابا توفى في مستشفى السلام، مش في اوتيل خالص. رقصتي في نفس اليوم او تاني يوم؟ تاني أو يوم احيتي حفلة؟ وجوزي لما مات برضو عملت المسرح في نفس اليوم، دفنت ورجعت، كنت بعرض مسرحية مع الاستاذ عادل امام. بس مسرحية مفهومة؟ لا، وشغل مفهوم، كل الشغل مفهوم. طب اشرحي لي ده، اشرحي لي الاحساس ده. لا انا بعرف افصل يعني، انا ممكن ابقى متضايقه جدا، اصل انا لو اعتذرت عن كل شغلي لما ابقى متضايقه يبقى مش هشتغل. لا بس بابايا توفى دي مش لما ابقى متضايقه، يعني وفاه والدي دي لما ابقى متضايقه. معلش، انا استنيت يوم لحد انت ما... جبروت يا دينا. لا مش جبروت انت جباره. لا خالص، انا بعتبر ان ده شغل. انت هتدفني وتاخدي العزا وتاني يوم هتنزلي مكتبك وتبقي حزينة برضه يعني. الحزن ما بيتقطعش في يوم ولا 40 يوم ولا لحد النهاردة. كل سنة يوم عيد ميلاده بزعل. احساسك ايه وانتي بترقصي وانتي حزينة؟ لا بطلع شغل بقى، مش قادرة اقولك. احلى ايام برقص فيها لما بقى متضايق، لما بيبقى جوايا موجوع. مع ان الرقص المفروض انه بيعكس البهجه، الا انه كمان يقال انه بيفرغ المشاعر السلبيه. كل حاجه ده دوره في حياتك بيعمل لك كده؟ بصي، الرقص هو حياتي تقريبا يعني. انا ما انا انا دايما بقعد بيني وبين نفسي اقول ايه، هي الناس اللي ما بترقص بتعمل ايه؟ يعني ازاي بيخرجوا الطاقه اللي جواهم وهم ما بيرقصوش؟ يعني هو بالنسبه لي حاله يعني، عمري كله يعني ضحيت عشانه كتير، وحياتي ويومي وبرنامج جسمي واكلي وشربي وكل للرقص. فما تقدريش تقولي انه مش حاجه مهمه في حياتي، هو اهم حاجه في حياتي.